خلت يا حبيبي خلت ما يرحم. شكرا يا شيخ. اللي بعده يا عيني يا دور. خشب بس متجر جنكيز لبيع الكوينز امن من الباند والتصفير 100%. ولا سمح الله صار لك شيء بيعوض بالتواصل فقط عيكم على الواتساب وبحط رقمهم في الديسكريبشن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله بصحة وسلامة. مقطع الجوائز حيكون اليوم، حنبدأ بحسابي، ما نخلي آخر شيء أخيس شيء. ويلكم مارتينيز، ويلكم ياللي جحفلتم. نبدأ بحسابي اللي 3 وقفت بعد اللي صار في التصفيات آخر مرة، ورجعت حملت اللعبة. الناس تحسب اني قطعت خلاص، مسحت اللعبة اني قطعت، لا بس طلعت حرتي فيها شوية، لكن مكملين فيفا طبعا، الفيفا دائما الأساسية في القناة. ونبدأ بحسابي. ليش ما أخذ 40,000 كوينز؟ ماني ماخذ باكيجات، اعطيني كوينز. كل مرة اخذ واطفر باكيجات الفوت شامبينز اللي 3. طبعا انا عارف انه ما حيطلع لي شيء. انت من صدقك ولا التغشمر؟ اول شيء اعطاني اللي 1، بعدين سلك لي واحدة حبة كوينز. اتشحتك انا؟ انا اللي 3 مو اللي 1. كلام على مدير انت مين؟ الحمر 3 في 15 لاعب كالعادة كلهم اسوأ شيء. ابغى سكرينيار بس، ابغى السكرة، بس ابغى السكرة، ابغى احطه في النادي كذا، احطه كذا اقفل عليه. قيدوا في اخبار انه بيمشي. القرف ده يا جدعان في ايه؟ بامبا جيب هذا. لن نستفيد من احمر سافج. طيب 86 وحركات، الله طبعا ما له فايده في الحياه. اخر وكيج حلاجه ما في شيء. هازارد سرنتين، وهذا اللي كنت خايف منه. عاد هذا اكثر حارس يستقعد ضد الانتر، وحيطلع لي في الاليت. تعال تعال تعال، حتى مو شاشات. وات ايش بالريتنج كذا عالي؟ اوف مطور. تعال تنباع. اوه كويس والله. طيب نفتح باكج 100,000، نخلص من الحساب المعفن هذا. طب ووك اوت، قاعد اقول طبعا مو ووك اوت. تكفى مرحبا شباب. برازيلي اشوتك انت، اشوتك حبيبي، توريني اسمك يا حبيبي، شفته مليون مرة. تباني اسمي لك حروفك دحين اسمعها. خلاص يلا وكاوت. هو صراحة الدعم شغال حريقة في الوكاوت. الله الله اكبر، برازيلي وبرازيلي حارس. دقيقة كم في حارس؟ ليش في 3 حراس؟ ايش في؟ خلاص والله تعبت من البرازيليين. تعبت. الحساب اللي بعده حساب حبيبنا ابو عبير اللي تون. ايه في باكج، اصبر فك الباكج. ما اتوقع ووك اوت انا. حسبت الحارس الحمد لله. مبسوط خلاص. مو الحارس، خاف يطلع جنب الحارس. لا ما في. يلا شطار يلا 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 انت وياه. جينا لحساب ابو عبير، اتوقع في باكج 50,000. دائما هو ياخذ الباكجات اللي تنباع، اكيد ما غير فوائد ابو عبير. والفوتو شامبيونز اللي 2-1. يا خداع يا ابو عبير، تقول لي ليت 1 ها؟ يا خداع، ادوك 2 انت. يلا امشي روح. شكله الليت 1. لا الليت 1. أقدم اعتذاري وأقدم شتائم لفيفا بس من جلتشاتهم، لكن أقدم اعتذاري لحبيب أبو عبير. يمين، نبدأ باليمين. يلا بسم الله. أنت ناوي تجيني صح؟ ناوي تسهر الليلة معايا؟ يلا تعال 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 حبي تعال. كالعادة يا سعادة. بابو جوميز، والله هذا جامد، بديل جامد. ليه تطلع لي؟ مبروك أبو عبير، تتهنى حبيبي. والله هذا جامد صراحة، احتياطي ممتاز جدا. بدل ميسي تحسه ميسي.
لا انا مو اقول لك جام بتفلها يعني وتيجي كل مره، ما اقدر اخذك ترى، تعالي هناك. تعال دف روما، والله الريتنج كويس في الحمر، الريتنج ممتاز في الحمر المقطع هذا. يا شيخ نفسي اسوي سكيب شاشات. خلاص خلاص مو خلاص غالي ولسه ولا ايش وضعه ذا؟ خلاص ما نبغاك بداية الشريط. تعال حبيبي الباكيجو الاول من 100,000 والثالث من الباكيجات ابو عبير. ما في ووك اوت والله ابو عبير، حسابك معفن زيي مرة يعني. مش مايكل الحارس. لا اخر باكيج 100,000، يلا ووك اوت. انا اشوف نختمها بووك اوت كذا. شكلهم موفرين الووك اوتات، هازارد وفيرمينو والشعب الحلو فرنسي ستي الحكومة. ووك اوت فرامينو، اعطيني واحد كويس تكفى. اول شيء حسيت في سكرينيار اللي سيتش هذا كم يجيب، والله الريتنج مش بطال. اوه 40,000 مش بطال. هذا اللي جحلنا، هذا صاحب. اوف 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 والله غالي يا ابو عبير، والله مش بطال. طبعا انسى وكبتين ورا بعض، صعبه قويه والله. اي صعبه والله يا ابو عبير. ام فيري سوري. وندير نروح على الحساب اللي بعده، اللي دائما ندلعه. حساب حبيبنا ابو مريم، دائما ندلعه وباذن الله ندلعه وباذن الله. اللي تون 27 فوز، اسطوره يا ابو مريم. اللي تون باذن الله ندلعك يا حبيبي باذن الله. يا رب ابو مريم دائما ندلع. تكفى يا ابو تكفى يا ايه. ريكاردو بيريرا ممتاز، طاقاته اشوف انها كويس لكن ما حيستخدمه. لكن تعال، نفسي مره لاعب يا اخي، اقوى لاعب في التشكيله نفسي مره يطلع لي مره واحده. هازارد فيرمي العب فيليبيان نعمه وربي نعمه. هلا بالبرازيل المعصب، ايش بك معصب؟ استهدي بالله تعلي هناك في الليت، شكلك غالي ما ادري ليش. 3 ميجا ليش توقف يا ابو مريم بس في الديفيجن 2؟ ربي اخيس ديفيجن. الميجا يا شيخ يجيب الغفا. شوف يا ابو مريم، شوف ما يجي منه شيء. 3 ولا واحد شاشات، بعد عنه يا ابو مريم بعد. والله متفائل بال 100,000 اكثر من الليت. بسم الله متفائل بال 100,000، أنا متفائل بال 100,000 نفسه. وربي أجي أجلدكم. والآن أنا تحت الضغوط النفسية. أو مارشيال إيش بك رخيص؟ وكاوت بسم الله يا رب. تكفى وكاوت، لا تنرفزوني. لا أنتوا كذا مرة أوفر. إلا أبو مريم ما اسمح لكم يا عمي. انت خلاص قرفتني. ايش هذا؟ فلفل. فلفل هذا اخر باكج. نفتح باكج برونزي على اساس اننا مطفرين. يلا انا مطفر يا ايه، قاعد ادور العقد البرونزي. لخمناهم، ترجع هنا تديهم حبة. اديني وكاوت. اخ يا قلبي ايش تبي يا ابني؟ ايش تبغى مني؟ يطلع بالله، يطلع من هذا من ورا. لا ما يطلع، مستخبي طبعا. السلام عليكم، كيف حالك ابو مريم؟ انا بس احب اقول لك الله يديم المحبه بيننا ان شاء الله باذن الله يا رب. ان شاء الله باذن الله يعني العلاقه ما تنتهي وتطول بيننا. يلا مع السلامه حبيبي.